تشغيل جهاز دهوة انتقل إلى القائمة الرئيسية، ومن ثم عملية، ومن ثم صيانة النظام، ومن ثم افتراضي، ومن ثم أأشر على الكل، ثم أنقر على ضبط المصنع وأنقر موافق. أقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة بي. سيقوم باستعادة الضبط وإعادة تشغيل الجهاز بشكل تلقائي. وهكذا نكون قد صفرنا جهاز دهوة. بدأ الضغط الافتراضي لـ MVR دهوة. أقوم بفتح القائمة الرئيسية، ومن ثم أنتقل إلى خانة الصيانة Maintenance، ثم Manager، ثم Default. أنقر على Factory Default وأنقر على OK. يطلب مني إدخال الباسورد، أدخل الباسورد الخاص بالـ MVR الخاص بي. طبعا الافتراضي الباسورد تبع MVR-ات دهوة هي admin 123 أو admin at 123 حسب نوعه. يقوم بإعادة التشغيل بعد استعادة الافتراضي. وبهذا نكون قد استعدنا الإعدادات الافتراضية للـ MVR دهوة.